بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد معنا في قسم بو ام ا. في تتمة هذا التمرين هذا اللي جاوبنا فيه على السؤال الأول والسؤال الثاني في الحصص الماضية، الآن غادي نطرقوا إلى السؤال رقم ثلاثة اللي عندنا فيه بين أن جذر خمسة لا ينتمي إلى كي. أيضا كننصح أي تلميذ بغى يتبع معنا الحصة لابد يرجع للحصتين السابقتين لأن فيهم أمور مهمة جدا نقدروا ما نعاودوش نشرحوها بالتفاصيل كما سبق. إذا رجعوا شوفوا الحصة السابقة وعاد تبعوا معنا الحصة هذه. إذا حنا بقى لنا دابا السؤال الثالث، طبعا الحال بنفس الطرق اللي شفنا قبل غادي نديروا البرهان بالخلف. يعني نفترض أن جذر خمسة ينتمي إلى كي. إذا حسب هذا الافتراض اللي افترضنا إذا كان ينتمي لكي، إذا يوجد واحد العددان بي و كي، بي ينتمي لزاد و كي ينتمي لزاد نجمة، بحيث بي دلتا كي يعني القاسم المشترك الأكبر بين بي و كي هو واحد، وجذر خمسة يكتب على الشكل بي على كي. مزيان، غادي نبقاو خدامين دابا انطلاقا من هذا الشيء اللي فطرناه، ونبقاو غادي بالاستلزامات المتتالية حتى نوصلوا لشي تناقض. إذا تنظن أنكم الفكرة غتبان لكم في هذه الحالة هذه، يعني كما تعاملنا مع الأسئلة السابقة غادي نحاولوا نرفعوا أس اثنان ونحصلوا على بي أس اثنان كتساوي خمسة في كيو أس اثنان، وبنفس الطريقة كيفاش تعاملنا مع جذر ثلاثة. غادي نناقش الزوجية ديال العدد بي اعتمادا على زوجية العدد كيو. إذا كان كيو عدد فردي، عدد زوجي، نبداو بالزوجي لأن هي اللي سهلة بعدا. إذا كان كيو عدد زوجي فإن كيو أس اثنان أيضا عدد زوجي، وإلا ضربناه في خمسة غادي يبقى عدد زوجي، وهذا غيعطينا ماذا؟ غيعطينا بأن بي أس اثنان عدد زوجي، اللي غيعطينا بدوره أن بي عدد زوجي. إذا شنو بينا هنا؟ إذا كان كيو عدد زوجي اللي انطلقنا منه، فحسب هذه المتساوية هذا يستلزم أن بي أيضا غادي يكون عدد زوجي. بمعنى في هذه الحالة هذه غادي يكونوا العددان بجوجهم زوجيان، وبالتالي ما يمكنش يكون القاسم المشترك الأكبر هو واحد، لأن كاين شي قاسم مشترك أكبر من ذاك الواحد اللي هو اثنان، حيث أي عدد زوجي قابل للقسم على اثنان، وهذا تناقض، حيث حنا في الشرط اللي وضعنا لاحظوا وضعنا أن القاسم المشترك الأكبر يكون هو واحد. إذا الحالة الأولى فغتأدي بنا لتناقض. كتلاحظوا معايا راه ما كنكشفش دابا بالتفاصيل لأن هادشي كامل كتبناه في التمرين السابق، يعني في السؤال رقم اثنان بالنسبة لجذر ثلاثة، حيت دابا كنعاود غير نناقش معكم الطريقة لأن الأمور ولات واضحة بالنسبة لكم. الحالة الثانية إذا كان كيو عدد فردي، طبيعي الحال في هذه الحالة هذه بالضرورة غادي يكون بي هو أيضا عدد فردي. كيو عدد فردي معناه ماذا؟ معناه كيو يكتب على شكل اثنان كا بريم زائد واحد، وبي عدد فردي يعني بي يكتب على شكل اثنان كا زائد واحد. طبعا الحال نتوما فاش تكتبوا شي متغير جديد لابد خصكم تستعملوا ليه شي مكمم. اش نقولوا حنا؟ تنقولوا يوجد على الاقل كا ينتمي لزاد. راه الاستاذ الا كتبتوا ليه شي متغير دخلتوه نتوما في التعبير بلا ما تستعملوا ليه شي مكمم، فراه غالبا غادي يضرب لكم على هادشي اللي كتبتوه، حيت خصكم تكونوا فاهمين الفقرات ديال درس المنطق. ياك شفنا واحد النص رياضي يحتوي على متغير، شنو كنقولوا على داك النص الرياضي؟ هو واش هو عباره رياضيه ام داله عباريه؟ تنقولوا انه داله عباريه، وداله عباريه قيمه الحقيقه ديالها ما تنكونوش متاكدين هل هي صحيحه ام خاطئه. فوقاش كنقدروا نحولوها الى عباره رياضيه هاد الداله العباريه؟ في حالتين، اما نشد داك المتغير ونعطيه واحد القيمه من المجموعه اللي خدامين فيها، واما نخلي المتغير هكاك متغير مجهول ولكن نستعمل ليه مكمم. اذا لابد الا استعمل شي متغير جديد خصني نستعمل مكمم، وهذه القضيه غتبقى مرافقاكم طول السنه وماشي غير السنه، ما حدكم كتقراو رياضيات نتوما خصكم تبقاو تردوا البال لهاد المسائل هادي. على كل حال اذا غادي نعوضوا بهاد التعبيرين في هاد العلاقه اللي وصلنا ليها. لاحظوا غادي نحاول نشرح يعني بسرعه. بي اس 2 يعني غتعطينا 4 ك اس 2 زائد 2 في 2 ك هي 4 ك، يعني كننشر المسابقه الهامه هذه وغندير لها اس 2 زائد 1 اس 2 هي 1 تساوي خمسة عامل، وغادي عاوتاني هادي نديرو لها أس اثنان ونشرو، دونك ربعة كاب بريم أو كاري زائد ربعة كاب بريم زائد واحد، ثم نشرو داك الخمسة غادي تجينا ربعة كا أو كاري زائد ربعة كا تساوي خمسة في ربعة دونك عشرين كاب بريم أو كاري زائد عشرين كاب بريم زائد خمسة، وعاد ناقص واحد اللي غندير جهة أخرى يعني زائد ربعة. كنلاحظوا ان هادشي كامل اللي عندي هنا ق
قابل للقسمة على ماذا؟ قابل للقسمة على 4. إذا غادي نختزل بربعة ونشوف علاش غادي نحسبه. إذا عندي كا أو كاري زائد كا يساوي، ملي غنختزل بربعة شنو غتبقى عندي هنا؟ غتبقى عندي 5 كا بريم أو كاري زائد 5 كا بريم زائد 1، لأن يعني اختزلت بربعة دونك هنا غتبقى لي 1. فاش التمرين السابق فاش اختزلنا بداك العدد 2 وحصلنا على شي حاجة كتشبه لهذا الشيء، شنو هو التناقض اللي لقينا؟ لقينا أن التعابير كاملين اللي بقاو كلهم مضروبين في 2 في 2 في 2 والآخر فيه 1. يعني لقينا هذا عدد زوجي وهذا كامل عدد فردي وقلنا هذا غير ممكن، هذا الشيء راه في التمرين السابق في السؤال السابق يعني. أما هنا ما كيبانش لينا هذه القضية ديال عدد زوجي وعدد فردي، بمعنى خصكم تزيدوا تلاحظوا واحد المسألة أخرى. لاحظوا معنا إلا عملنا بكا، كا عامل لكا زائد 1 يساوي، وهنا غادي نعمل بخمسة كا بريم، خمسة كا بريم عامل غتبقى لي هنا كا بريم زائد 1، ثم هاد زائد 1 اللي عندي هنا. شنو كنعرفو حنا على جداء عددين صحيحين متتابعين ان مضروب في ان زائد 1؟ كنعرفو انه تيكون عدد زوجي، وهذا الشيء راه لكل ان ينتمي الى زد. اذا حسب هادشي اللي قلنا فهذا عدد زوجي، وبنفس الطريقه هاد كابريم عامل كابريم زائد 1 هو ايضا عدد زوجي، وهذا العدد الزوجي وزدنا عليه 1 شنو كيصبح؟ هذا كامل كيصبح عدد فردي. اذا في الاخير نحصل على ماذا؟ نحصل على عدد فردي يساوي عدد زوجي، وهذا غير ممكن. اذا كتلاحظوا ايضا درنا البرهان بالخلف، فهذوك المراحل ديال البرهان بالخلف استعملنا يعني فصل الحالات. درنا الحاله الاولى اذا كان كيو عدد زوجي فهذا يستلزم القناة تناقض، والحاله الثانيه اذا كان كيو عدد فردي ولقينا ايضا تناقض، وبالتالي نستنتج ان الافتراض اللي افترضناه غير صحيح، وبالتالي فان جذر 5 لا ينتمي الى كيو. وبهذه الطريقه هذه كنكونوا جاوبنا على الاسئله اللي عندنا في هذا التمرين. كنتمنى انكم تعاودوا تخدموا هذا التمرين هذا وتركزوا على الطرق ديال الاجابه باش تفهموه مزيان وتكونوا قادرين تجاوبوا على هذه الاسئله الا تحطوا لكم في الامتحان. فبقى عندي سؤال يعني نخليه بالنسبه للتلاميذ ديال العلوم الرياضيه، فغنقول لكم حاولوا تبينوا ان جذر 6 لا ينتمي الى كيو بطبيعه الحال الا قدرتوا. هذا تمرين للبحث، يعني حاولوا تبحثوا، لقيتوا الجواب مزيان ما لقيتوش ماشي ولكن حاولوا تبحثوا. هنا غادي تلقاو واحد الصعوبه نسبيا، لان 6 ماشي بحال 3 وماشي بحال 5، لان 6 عدد زوجي، وبالتالي فكروا في هذا التمرين هذا. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتم من الخدمه، وانتظرونا في حصص مقبله ان شاء الله مع تمارين اخرى. وما تنساوش انكم تبارطاجيو هذه الحصص هذو عندكم في الصفحات على الفيسبوك باش يستفد منهم اكبر عدد ديال التلاميذ ممكن. اذا اعانكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.